صحراء مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. تألق سريعا جدا في عالم الفن، وأصبح واحدا ممن يطلقون الضحكات من قلوب الناس، ليس الضحكات فقط وإنما ممزوجة باللحن. على المسرح أو في الإذاعة أو في السينما كتلة من الحيوية والحركة وخفة الدم وحضور البديهة. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع المونولوجيست الفنان سيد الملاح. اهلا يا ابو سيد. اهلا اهلا طاهر بيه. لا بيه ايه بقى، دي الالقاب العظيمه دي اللي انت بتصبرها علينا يعني. والله يعني انا لو شاف اكتر من كده مش عاوز يعني، لان برضو لو قلت انك تستاهل اكتر من كده باشا يعني. لا اكتر اكتر نقول اكتر اسمع هو لقب لسه ما اتقالش يعني. الله يخليك. هو بقى نقول يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. ايوه. طب قول لي يا باشا انت. أيوة. ايه شعرك الجميل ده؟ ايه الحكايه بالظبط؟ انت يعني غنوه جديده اسمها طلع لي الشعر في راسي فجاه. ده انا مش عاوز اقول للمستمعين انها باروكه عشان ما انفضحش يعني، فيعني خلي ده سر بيني وبينك، بس على الله ما يكونش حد سمع يعني. ما انت بتهاجم الباروكات وبتاع في المونولوجات بتاعك مش كده؟ هي الباروكات اللي بهاجمها اللي هي يعني بتنزل على الظهر لغايه اما تحصل مثلا الركب من ورا. بالمناسبه انت كنت قلت نكته على الحكايه دي، الاثنين اللي ماشيين مع بعض وبتاع، بمناسبه الاولاد اللي بيلبسوا دلوقتي زي البنات فما بقوش عارفين وبتاع. اللي هو يعني ما حدش يعرف الفرق بينهم يعني. ده كان في المونولوج اللي انا قلته بتاع الشرق عادات للغرب عادات ولكل بلد أزواق ومضات. الشرقيين حشمة وحلوين ونقلد ليه بدع الخواجات. ده ما بيجيش من الغرب موضة صر القلب، خلوا الست ببدلة والراجل بإشارب، لعيب يا شباب لعيب يا بنات، ده لكل بلد أزواق ومضات. عملوا الخنافس يا مناس اتخنفسوا، طلع الهبز والبعض منا تهبزوا، شعره الورا ما يبانش راجل او مرا، يمكن حيحلق لما اهله يخبزوا. كان في نكته انت قلتها بالمناسبه دي، ما هي دي هي دي نكته مش عارف اتنين ماشيين مع بعض دي كان اصلها دي كانت نكته بتتشاف ما تتقالش يعني. يعني ولو المستمعين عاوزين يشوفوها يتفضلوا يعني. طب انت اسمك سيد الملاح. انت ملاح في اي البحار؟ في بحر ايه؟ اكتر من بحر الفن متهيألي مش حلاقي. يعني بحر الفن مملوء بالامواج الصاخبة. ومملوء بالدوامات القاتلة، وفي عمق كبير. لو ما كانش الواحد ربنا عطيله موهبة السباحة متهيألي حيغرق زي ما بيقولوا في شبر مية. والله. فمتهيألي يعني ان من فضل الله ان طلع اسم الملاح عشان اقدر اكون ناجح في البحر الهائج ده، واقدر العاصف. واقدر اعدي في وسط الهيجان الامواج. لكن قول لي بقى، انت مونولوجيست ولا شاعر؟ والله هي الدنيا زي ما انت عارف بتدي للانسان دراسه عميقه. وزي ما قلنا الواحد بالنهارده بيعوم في وسط الامواج دي، لازم يفكر يعدي من الموجه دي ازاي، ولازم يوطي عشان ولازم الدوامه دي ياخدها ازاي، وهكذا يعني. فبيخلي الواحد عنده انا متهيألي انك انت ملاح في بحر الحب، او برشحك لكده. متهيألي كان زمان يعني، وانا خايف يعني مش عاوز اقول دلوقتي عشان مثلا مراتي تسمع، وانا حلفت لها ان كان زمان، والوقت الحمد لله انا ملاح في بحر العمل. فبرضه لو مراتي مش هتسمع، ولو في مستمعين يحبوا يتفضلوا في بحر الحب، نعيد الكرة تاني.
ده اصلك منين يا من بورسعيد؟ بورسعيد وملاح. ما هي ماشي 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 المسائل كلها متركبه على بعض. وحكايتك حكايه. حكايتك ايه؟ هو والله يعني الفن متعمق في العيله كلها بالنسبه للاخوات، ولقينا من والدي ووالدتي كل تشجيع، يعني ما وقفوش امام طلبه بيذاكروا وفي نفس الوقت بيمثلوا وبيعزفوا مزيكا. يعني كان في وسط الامتحانات اطلب من والدي ووالدتي، عاوز عود عاوز كمانجا، ينزلوا يشتروا. عندي بروفات يقولوا لي روح، عندي حفلات يحضروا. فشجعوني بشكل غريب وشجعوا اخواتي، ولذلك احنا 6 اخوات كلنا ما بين الليسانس والبكالوريوس في التربية الموسيقية والتمثيل. احنا 6 يعني مزيكا وتمثيل. مزيكا وتمثيل. وحتى لي اصغر اخ دلوقتي اللي هو الصغير خالص في المانيا الغربية بياخد الدكتوراه في التوزيع الموسيقي وقيادة الاوركسترا. ولي اختي انا وكيلة معهد الدراسات العليا في الكويت، وأنا كبير مفتشي الموسيقى والإدارة المسرحية في وزارة التربية والتعليم. صحيح والله. والله حاليا كبير مفتشي إيه؟ في وزارة التربية والتعليم في الإدارة المسرحية نفسها. يعني اللي هو الإشراف على المسرح المدرسي وعلى التفتيش كله في وزارة التربية والتعليم. ده شيء معلومة غريبة بالنسبة لي، ويمكن كتير قوي من المستمعين ما يتصوروهاش يعني. لا بس بشتغل والله يعني. مش بنام وبزوغ يعني عشان يعرفوا. فيعني الفن كان. وبعدين طبعا وانا صغير كنت في المدرسة الابتدائي، فكان في تهريج اكتر من يعني، وكنت اقلد الفنان المرحوم اسماعيل ياسين في حركته في بقه، والناس كانت بتتبسط وانا كنت صغير لا اتعدى 7-8 سنوات يعني. فمدرس لغة عربية شافني فقال لي طب ايه رأيك الحفلة بتاعت المدرسة، كانت المدرسة ما تعملش غير حفلات رياضية، قال لي ايه رأيك نفاجئ الناس في الحفلة الرياضية دي وتقول مونولوج. فرحت قلت له قوي، فعمل لي مونولوج على وزن غنوة الفنان عبد الوهاب اللي هي لست أدري. فعبد الوهاب بيقول جئته لا أدري، وفي الآخر بيقول لست أدري. فأنا كطالب في المدرسة فعمل لي غنوة بدل جئته قال لي خبته. انت فاكرها دي؟ أقول لك ممكن منها حتة. بيقول خبتو 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 لا أدري لماذا يا جماعة أنا خبتو، إذ وجدت مدرسات مفتوحات فدخلت، فوجدت مدرسين وعلوما فزعلت، كيف خبت كيف ودوني المدارس لست أدري لست أدري أين مخي وذكائي وأنا طفل صغير، إن أهلي استبدلوه بثلاث أمخ حمير، ليتهم قد طلعوني من هنا في التطهير. يعني كانت حاجة. وبالنسبة كان لطفل صغير بيقول الكلام ده، فكانت بداية إن الناس تسقف وتضحك، وتابعت الشوط من أوله وبدأت أمثل في الروايات لغاية أما جيت في الثانوية العامة كنت عملت روايات الريحاني كلها، وكنا بنجيب ضيوف شرف من مصر، كانت الفنانة هند رستم والفنانة سناء جميل والفنانة زهرة العلا والفنانة سميحة أيوب، كل معظم الفنانات كانوا بيجوا ضيوف شرف على الفرقة بتاعة التمثيل، وكنا شبه يعني فرقة محترفة. يعني الناس كانت حاجة عظيمة جدا ان فريق هو كان بالشكل ده يعني. فلما خدت التوجيهية وجيت دخلت الجامعة هنا، فكان هدفي كله ان انا اخد الشهادة الاول
الشك الشك مرزوقة على جنبي، الشك الشك مرزوقة على جنبي، ويا لبس اللبان بتاع على جنبي، الشك الشك مرزوقة على جنبي، الشك الشك مرزوقة على جنبي، هو الحلوة هو قاعد كده جنبي، الشك الشك مرزوقة على جنبي، الشك الشك مرزوقة. لهم لغوة ويعني غير هيصة وانت يعني كمان هايص على المسرح. انا بقول كده لانه انت بقى على المسرح بتغني وترقص وتنام وتقعد وتصحى ما هي الـ 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 الجمال في بورسعيد ان الراجل مرح بطبيعته ومليان فن. بعكس مثلا يعني انا مثلا كل يوم اثنين باخد اجازة من المسرح او من المحلات او من الملاهي، وبقضي يوم الاثنين والثلاث بالنهار في بورسعيد كل اسبوع. تستعيد نفسك يعني. لازم. طب قول لي استاذ سيد، ايه خصائص المونولوجيست الناجح في رايك؟ نمره واحد، اللي هي حاجه الهي، موهبه دي مش يعني لازم تكون حاجه الهي. يعني مش بالعلم ولا بالتمرين ولا بالتجديد ولا اي حاجه، اللي هي موهبة خفة الدم. دي ما مش يعني لا تكتسب ابدا، مش سهل. دي حاجة موجودة من عند الله سبحانه وتعالى. بعد كده سرعة البديهة. بعد كده لازم التعليم له اساس كبير جدا، الثقافة. لان الفنان المتعلم بيقدر يفكر، بيقدر يجدد، بيقدر يغير نفسه. بالذات بالنسبة للمونولوجيست يعني ثقافة هتعمل له ايه؟ النهاردة انا رايح مثلا في بلد صحيح بيتكلموا لغة عربية، إنما كان في الأول مثلا الأساس فرنساوي. أي. مثلا شمال إفريقيا مثلا، أقوم أنا أضطر بعد مراجعتي لشوية فرنساوي للي أنا أخدته أقدر أحط في المونولوجات بتاعي ولو 3 4 5 6 7 كلمات فرنساوي. هيتديهم هم طعم جميل جدا. رحت في بلد يعني فيها الانجليزي يغلب، فاروح قايل برضو انجليزي. تفكيري في النهاردة البلد فيها ايه، الجديد، العادات، التقاليد، التغييرات، المضاد دخل ايه على المضاد. فاضطر لازم طول ما انا قاعد افكر طب الاذاعة عايز لها ايه عشان تبقى ناجحة. المزيكا بقى. طب بمناسبه الاذاعه واحنا بنعمل برنامج للاذاعه، ايه انت عملت حاجه على الاذاعه؟ الحلقات اللي انا كنت قدمتها يعني كلها. لما ما عملتش مونولوج ضد الاذاعه؟ لا يعني لا لا او لا نقد للاذاعه. لا انا عملت مونولوج برضو في يعني في الحياه العامه. طب اسمع ليه بالمناسبه يعني، طب ما هو انت بتمسك الفنانين تسلخهم يعني نقد وتريقه وكاريكاتير وبتاع، طب اشمعنى؟ طب ما هو ممكن تمسك مؤسسات، ممكن تمسك التلفزيون. ما ده اللي انا عملته الجديد. انا عملت حاجه تمسك جديده، الإذاعة، تمسك عملت المسرح. حاجه جديده اسمها حلق. امسك حلق، اجري بسرعه وحلق حوش، قرب دغري احسن بخت هربان مني وملحقتوش. حلق امسك الحق قرب حلق حوش، من الانتظار واقف مفلوق، واسمع كلاكسي يقول واقول وصل تاكسي الانقاذ، وقابله بالاحضان والشوق، واشاور بايديا يحصل ايه ولا يسال فيا. برافو عليه، عداده كمان بالشاش مربوط، يمكن عيان او جاله هبوط، وافضل ملطوع في طريق مقطوع، تاكسات فاضيين ووقوف ممنوع. وقال ايه مستني تاكسي اخينا، يا اخينا جرى ايه، ده التاكسي عملوا زينة، زينة وعنها ومشينا، ومشينا نجر بعضينا بعضينا للكار بتاع زمان. حاجة زي مشكلة التاكسي. وعملت مشكلة الفراخ برضو. قلت مراتي وضعت بكرية
طلبت فراخ للتغذية، قلت الفراخ مش هوصلها إلا بطابور الجمعية، ودخلت في زحمة ولقيت إيه ضرب بدون رحمة، تصرخ لي وصرخ متصرخة، كبد عليك ملحقتش فرخة، خد لك ديك يعني ما نبنيش غير الطلطيش، والجيب خلوه منتو في الريش. وقال ايه كان في الطابور قبلينا قبلينا، خد ايه غير كام قلم بايدينا بايدينا، قلت لها خلينا اخلينا في المش ابو طحينه ابو طحينه، والعدس بتاع زمان. يعني بنتكلم في كل حاجه. طيب نفسي افهم ولادك بيقولوا ايه لما بيشوفوكوا كده وبيروح المدرسه واصحابهم بيقولوا لهم ايه وكده. اللي انا مبسوط له ان ولادي بيعتزوا جدا بيا. انت عندك ايه ولاد؟ عندك بنت ظريفة قوي صغيرة، انا شفتها 12 سنة كده، انما ذكية جدا. عندي بنتين طبعا ساعة ما شفتها كان عندها 12 سنة، الوقت بقى 14 سنة. هم فيهم اعزاز بالنفس، وطبعا لما بيشعروا ان البنات كلهم بيتكلموا على ابوها هي وما بيتكلموش على اب تاني، فبتحس بسعادة. وبعدين لما بتلاقي ابوها ناجح والناس بتسقف له وباخدها معايا مثلا او باخد الاثنين معايا، بيتفرجوا على استحسان الجمهور ليا وتشجيع الناس ليا وحب الناس ليا بالناس ليا، وبيشوفوا ان ده بيطلع يتصور وده بيطلع يتصور وده بيحضنني وده بيبوسني وده مش عارف ايه وده ايه، يقول لي، فبيلاقوا هم فخورين فخورين يعني. طب اللي بيشوفك على المسرح يعني بياخد فكره الشقاوه الكبيره اللي بتعملها والترياقة اللي بتعملها على الفنانين وهي صديق انك شقي قوي، وان حياتك دي كانت حياة صاخبة ومليانة ليالي حمراء وخضراء وكل الالوان تكنيكا، واخد بالك انت؟ وبعدين انا الحقيقة مفاجأ يمكن دلوقتي رغم انا بعرفك انك راجل مستقيم جدا في حياتك، وما انت الشقي بالصورة اللي الحاج سيد، الحاج سيد الملاح وحجيت. الحمد صحيح. لله. والله. وحتى قبل ما تحج يعني ايه ما فيش فيك الشقاوة دي بتاعت الليل اللي الواحد متصورها؟ لا 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 لا، هو الرد على الاساس استاذ طاهر دائما اللي اساسه جامد متين يبقى المباني بعد كده تطلع سليمة. صحيح. انما يعني القدرة دي وانت موجود على المسرح يعني قدرة فنية بحتة ملهاش علاقة بتجارب ولا حاجة ولا ليها دعوة بالبيت ولا بالمعيشة ولا اي حاجة. وبعدين لا يمكن ابدا، يعني انا متأكد تماما ان اصحاب الفكاهة والمرح والضحك امام الجمهور ثق تماما انهم اشداء في بيوتهم وجامدين جدا. يعني كان زمان تخلصت يعني الا ساعات يعني كده احب ابسطهم يعني شويه. ما بيخرجوش كتير معايا، اوقاتي بتبقى صعبه طبعا، طول النهار في شغلي في الوزاره وطول الليل في المسرح. فيعني مثلا بختار يوم الاثنين يا اما اقضي معاهم اخدهم تبقى راجل بيت بقى راجل بيت يوم واحد يعني. والله انما بيبقى صعب ان انا ما اشوفهم حتى. يعني لو شفتهم مثلا الصبح بدري يقوموا عشان يبوسوني وهم رايحين المدارس اقلق كده وابقى لسه نايم يعني جاي لسه جاي تعبان فاقلق كده وابوسهم وبتاع. طبعا يرجعوا الظهر يلاقوني نايم طبعًا. اني بخلص شغلي ارجع عشان انام. اصحى طبعا متاخر يكون هم ناموا عشان انزل اروح شغلي. حياه غريبه برضه. بتبقى صعب جدا يعني. بمناسبه حضور البديهه السريع جدا اللي يجب ان يتحلى به المونولوجيست وعارف الناس بيحبوا يهبشوا في المونولوجيست يلغوه يعني الناس في المسرح عاوزين يلغوه عشان يضحكوا ويبقى في مباريات بين الناس اللي قاعدين بتتصرف ازاي يعني؟ والله برضو دي بحطها من ضمن المواهب اللي هي يعني من عند الله سبحانه وتعالى، لان زي ما يكون يعني في ناس بتتهيأ لها ان انا
الجمهور ده كله ببقى انا مثلا مأجره او جايبه معايا يعني. طب ازاي بترد انت بسرعه يعني؟ طب اديني امثله كده من اللي بيحصل يعني. ما 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 ما, ما تجيش مش في ذهنك لانها مش في ذهني لانها بتطلع بالطبيعه يعني. الموقف بيخليك ترد رد على طول ويضحك على طول الناس على طول. وبعدين بس ايه كمان يعني الذكاء لابد انه يكون ملازم الفنان، لان مش اي رد يتقال في اي مكان. طبعا لازم تراعي الظروف لازم كلها، لازم اراعي انا بقول فين. يعني الحفلات العامه لها رد معين، الحفلات المذاعه لها رد معين، افراح موجوده في بيوت مسؤولين لها رد تاني معين. وهكذا الانسان بينتقي الكلمات حسب المكان والبيئه اللي هو محيط بيها. حسب المكان والبيئه اللي هو محيط بيها. أستاذ سيد الملاح، أيوة. عاوز أناقشك في ليه المونولوج ما هوش في عصره الذهبي. يعني في فترة من الفترات، أيوة. كان المونولوج مزدهر جدا، وكان مونولوجيست يطلع واحد تاني، وكان في إسماعيل ياسين وسرية حلمي، أيوة. واسمه إيه بتاع الكورة ده، جنيدي كان في المونولوجات كتير، وعمر الجزاوي وما أعرفش مين ومين ومين. المونولوجيست ابتدى يتهد، المونولوج ابتدى يتراجع. حاول ايه السبب؟ هو مش المونولوج لا تراجع ولا بعد، والدليل على ذلك ان احنا موجودين لغايه دلوقتي وفي جميع الحفلات. انما ايه اللي هعلل لك تعليل يعني في كم مونولوجيست؟ ما انا هقول لك مش على في كم. كان في زمان ايام ما كان في المونولوجيست والمونولوج، كان في حاجتين اتنين، كان في طرب، والطرب هذا كان يعتمد على الاغنيه الطويله، ذو اللحن اللي بيسموه مقسوم، ويخليك تقول الله من قلبك، حاجات تقيله. ولذلك كان المطرب يقعد يحيي الحفله لوحده باغنيتين. الغنوه بتقعد ساعه ونص. سيده الغناء ام كلثوم كانت بتحيي الحفله لوحديها وتغني ساعه ونص في البتاع. وكان في اللون الاخر وهو المونولوج، الحاجة الخفيفة، الموسيقى السريعة، النكتة في الكلام. النهاردة طلعت حاجة اسمها الغنوة الخفيفة، وده يؤسفني جدا ان المسؤولين بيسموها غنوة وبيقولوا وإليكم المطربة فلانة الفلانية. لا يمكن ابدا ان في واحدة تطلع تقول ما خدش العجوز انا لزقه يوجع في الجنة، ده انا ما خدش العجوز انا. فين هنا الطرب؟ انا عاوز المسؤولين يعرفوا كلمة مطرب. كلمة مطرب او مطربة لا تطلق الا على من يطرب ومن تطرب. انما دي مونولوجات، يعني جت الاغنية الخفيفة نافست المونولوج، نافست الاول المونولوج. نمرة اتنين المسؤولين، وبقولها من خلال ميكروفون وامامي مسؤول كبير، بقولها ان المسؤولين تغاضوا وبعدوا النظر عن المونولوجات. النهاردة لا يمكن تسمع مونولوج في سهرة من السهرات. إذا حبت الإذاعة تحط مونولوج مثلا كل 10 أيام، تقوم تحط المونولوج 3-4-5 مونولوجات وراء بعض الساعة 11 في وقت الطالب في مدرسته والصانع في مصنعه والعامل في عمله، مش في وقت فما فيش حد هيسمعه. ما فيش كمان، ما بتزعش كتير، ما بتزعش المونولوج. ليه ما نحطوش فيما يطلبه المستمعون؟ ليه ما يطلبه المستمعون ده ليه يكون قاصر على بعض المطربين من 20 سنة لغاية النهاردة هم ده كلمة ما يطلبه المستمعون لازم يتحط فيها المونولوج، يتحط فيها خطبة لفلان الفلاني، حديث، قرآن لراجل عظيم مثلا زي الشيخ محمد رفعت. هل في ناس ما تطلبش الشيخ محمد رفعت؟ ما يطلبوا المستمعون لازم يكون في كل حاجة، غنوة هندي، غنوة غربي، آدان لراجل متوفي الشيخ علي محمود، الشيخ علي البنا، الناس اللي يعني لازم ما يطلبوا المستمعون ده يشديني. النهاردة الناس بتقعد عارفة ان ما يطلبوا المستمعون معروف فايزة أحمد ونجاة وعبد الوهاب وعبد الحليم والمجموعة اللي هي هم اللي من 20 سنة. إنما لو أنت النهاردة فاجئتني بما يطلب المستمعون وحطيت لي فيه حديث وقرآن ومونولوج وغنوة ومزيكا وبتاع، وبعدين
حاجة كانت اتقالت وحتة من كورة، ده ممكن حتة من كورة كمان جون أو جونين جم شبعوا الناس وساعدوا الناس. ما بتعملش يعني مونولوج على الحكاية دي ليه؟ تنتقد ما يطلب المستمعون أو غيره وغيره من الحاجات، ظريف برضه. ما هو لو كنا احنا بيتزعلنا الساعة 11 بس وما بننقدش، أمال لو ننقد يبقى مش هيتزعلنا حاجة خالص يمكن لما ينتقد يتزعلك يتزعل 6 الصبح يعني. فيعني المسؤولين لو ودوا المونولوج حقه وينزل في صحراء وينزل في مطلب المستمعون، الملوك حيعيد مكانته. لا هو شوف بقى، هو 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 زي ما انت بتقول، هو الأغنية الخفيفة دخلت ولا سبيل إلى إيقاف الأغنية الخفيفة، لأن الأغنية الخفيفة تيار عالمي موجود. خلاص حكاية الطرب القديم بالطريقة القديمة، وخصوصا بعد الراحلة كوكب الشرق، هتبص تلاقي خلاص الدنيا بتخف، الدنيا واخد بالك. بس عاوز اقول لستك فاحنا حاجة. في عهد الخفة مظبوط، بس عاوز اقول لستك حاجة، ربما النهاردة احنا بنعيد البدل القديمة وبنعيد بس توضيب معلش. توضيب شقتنا على التراث القديم، وبنرجع تاني للستيل بس باسلوب جديد بقى. معلش التسريحات بتاع الستات النهارده رجعت تاني للقديم، ثق ان الاغنيه برضو القديمه النهارده. وبعدين اذان الناس خلاص ودنهم اتدوشت يعني من كتر الطبله. صح، هما دلوقتي عاوزين يرجعوا للأغاني العاطفية المسموعة، بس برضو مش الدور وال لا يعني. أنا عاوز أقول لك حاجة، النهاردة فرقة الموسيقى العربية أحسن النهاردة عمل بيؤدى في هذا البلد فرقة الموسيقى العربية، وبتمثلنا النهاردة راحت باريس وطلعت بس على برضو أغاني عربية مطورة بتوزيع هم الوقت توزيع صوتي بتوزيع صوتي جميل إنما بيؤدوا نفس الأدوار ونفس نفس الأدوار مع برضو والناس عليها قد إيه والجمهور عليها قد إيه مع ملامح عصرية عشان تاخد تقدر تقول لي خصائص بعض المونولوجيست يعني في رأيك؟ يعني نتكلم عن إسماعيل ياسين الله يرحمه.
اسماعيل ياسين ده انا بعتبره يعني منار، وبعتبره شعلة، وبعتبره هو اللي اضاء الينا كلنا طريق المونولوج. والانسان لا ينكر فضل اسماعيل ياسين على المونولوج ابدا. ابدا. اشهر مونولوج تفتكره لاسماعيل، تفتكر له حاجه كده؟ اسماعيل ياسين انا مش عاوز اقول مونولوج واحد اشهر، لان كان اسماعيل ياسين كل مونولوجاته مشهورة. صحيح. وكل وقفاته هو اللي ادخل النكتة على المونولوج، لان كان المونولوج الاول عبارة عن هدف اجتماعي. ناس بتقف عشان تنور الجمهور وتنور الشعب. انما ده بقى وقف ينور الشعب وفي نفس الوقت يضحكهم. فاذا انتقل بالمونولوج نقلة جميلة. اسمع منك حتة كده من مونولوجات اسماعيل ياسين. والله انا يعني يعني انا يسعدني ان انا اقول حتة من مونولوجات اسماعيل ياسين، انما ذاكرتي ربما مش تحتاج يعني حتى صغيره. مش عارف يعني مش هقدر افتكر فعلا. انما كل مونولوجات اسماعيل ياسين، البنك الاهلي وبتاعت في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش، ما تستعجبش ما تستغربش، كلام جميل والحان حلوه ووقفه عظيمه ونكت جميله وخف الدم واعتماد. يعني اسماعيل ياسين ده قمة وراحت ولن تعوض. يعني سرية حلمي، سرية حلمي برضو إذا اتكلمت عن إسماعيل ياسين في الرجال، فسرية حلمي في السيدات لن تعوض أيضا، وما جاش بعد منها مونولوجيست. ليه ما فيش مونولوجيست ست؟ يعني قليل قوي. برضو برجع أقول إن لو المونولوج زي ما قلنا في الأول واخد حقه وناجح كان الكل هيقلد مونولوجات. انما النهارده الكل بيقلد اغاني. صح. لان بيسمعوا الاغاني. ولو بصيت النهارده لقيت الكل مثلا بيقلد عبد الحليم. ليه؟ لكثره اغاني عبد الحليم في الاذاعه. فاكر حاجه لسرية؟ ما هي برضه كل بلدي انت انتقل بتاع الجدعانه دي والواد بتاع الجدعانه دي والواد وانا الى الان يعني اتمنى ان سرية حلمي تعيد النظر في اعتزالها. لان مفيش برضو ما جاش حد غيرها. كان بتقول ايه؟ حاجه بتقول كده، البلدي البلدي يا بلدينا، البلدي البلدي يا بلدينا، ده انا بتكاتع وابو البدع، ده انا بتكاتع وابو البدع. فتح يا ابني فتح، شوف مين بيكلمك، ما تفتح يا ابني فتح، وتعمل الراجل وتعمل الست وتعمل وتخش وتلبس الجلابيه وبالعصايه وترقص يعني انا للان اتمنى برضو ان سرية حلمي تعود للمونولوج، لانها هتقابل بنجاح يمكن اكتر من الاول. محمود شكوكو، محمود شكوكو اللون البلدي المصري الصميم اللي هو طبعا في الثلاثينيات والاربعينيات، الواد البلدي ابو جلابيه ابو طاقيه ابو ضحكه، فيها كده شيء من المجدعه يعني. وتحس ان الواد اللي واقف على المسرح واد جدع يعني. مش واقف يعني احنا صحيح بنلبس البدله وبنقول، انما ده تحس ان ولد جدع ما حدش يضحك عليه وبتاع وبتاع مش عارف ايه والمواويل وبتاع والحاجات زي كده. مع خف الدم، مع خف الدم. طب تسمعني حاجه لشكوكو؟ تفتكر له حاجه؟ دي بتنجان ابو خال، بتنجان ابو خال، يفتح نفسك على الاكل ولذيذ الطعم في شاك، دي بتنجان ابو خال. طب احمد غانم، احمد غانم طبعا لا ينكر طالما اسمه ذكر يتميز بايه، طالما اسمه موجود. هو احمد غانم بيتميز بانه ما بيجددش. دي ميزه في احمد يعني. بس ليه، بس ناجح على المسرح برضه وليه مونولوجات حلوه يعني. هو يعني اللي بيصعب عليا ان انسان ناجح ما بيساعدش على نمو ونجاحه وما بيفرحش انه ناجح. طب ليه انا احط نفسي في زاويه وانهي حياتي على مونولوج او اتنين في 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 طول عمري؟ طب ليه ما غيرش وليه ما جددش وليه ما جذفش؟ هو يخاف يقول لك الله انا جايز اقول مونولوج جديد يسقط يقوم يسقطني. ابدا. ده الناس النهارده في مثلا مطربه بتقول غنوه ويمكن هي مش حباها، انما في ناس كتير حبوها. يعني انا اقول المونولوج وخلاص وانا وحظ. طب انت ايه التجديد اللي بتعمله بقى استاذ سيد؟ انا والله الوقت اتجهت اتجاه اخر. صحيح المونولوج بس سكتش، سكتش غنائي تمثيلي لدرجه ان انا مثلا عامل حاجه
اللي يسمعها مش هيضحك، بيقعدوا يعيطوا. انما بقدم واقع. طب يعني هنا بتتحول بقى الى مغني مش مونولوج. لا ده مش مغني، ده ممثل دراما، وبضحكك على المواقف. على التمثيل نفسه. انا مش على الموقف. على الموقف، على الموقف من خلال التمثيل. من خلال التمثيل. طب تقرب الموضوع ده لذهننا ازاي يعني؟ عشان يعني انا عامل حاجه اسمها مناظر مهزوزه. بقول يا رب يلي ما شفت عجايب، حوري لك ارواح في زكايب، ومناظر على شاشه الدنيا مهزوزه، ولا تصر حبايب، قرب يلي ما شفت عجايب. خد عندك ادراج المنظر بيهز شنب من التجعيره، وكوماندا في شغله بيتأمر ويخاف ولا يحضر على السيرة، له رهبة وصعب ومش هين، ولا قلبه يرق ولا حنين، والناس تتمحلسلك منه على كيفه بيرفد ويعين، حندهله أوامك يقابلكم، وصحوله تمام لا يبرجلكم، السبع هيخرج من قفصه، أنا مش مسؤول لو هياكلكم. شوف المدير بقى اللي داخل ده يشخط وينطر ويقول لي ايه ده؟ ايه بتشرب شاي في المكتب؟ ايه ده؟ انت ماسك ايه؟ هوب وهوب الباب بيتفتح، تخش مراته تقول له انت بتقول للموظفين انت ايه؟ يقول لها انا خدامك، انا خدامك، ولا عمريش كسرت كلامك، انا زي السبع مع اصحابي، انا زي الارنب قدامك، انا هابك لله تعالى، مع اني بخوف رجاله، انا بكنس وامسح في الشقه وبوفر اجره شغاله، انا راجل بيت 100%، انا بكنس وامسح بايديا، انا قصطة في تأميع البامية، انا اكس في خرط الملوخية، من فرشك قبل ما بتقومي بغسل فساتينك وهدومي، وبشوف اشغالك، ولذلك كيدي العزالة انا في اليوم. ايوة حاجة من النوع ده. وبعدين برضو الست اللي هي بقول ودي منظر لمدام دليكا، عالظهر البستيج مطروح، على بعد تشم البرفا حاجة تفرح وترد الروح، لهجتها يا روح فرنسي من ماركة وي انشانتي، وتقول مغسيك اسكليا والعربي بتتلخبط فيه، مغرورة ولكن بعباطة نفوسة بنت ام ياسين، وباباها بيسرح ببطاطا على نصي ضرب السكاكين، نرفزها تبان على حقيقتها، وقوام تفرش لك ملايتها، ويا ارض اشتد ما تنهدي، على بالي الهانم ما تعدي، واروح داخل لابس الفرير ولحطة الباروكة واللبس الماكس، واعمل بقى الست الدليكا واتكلم بقى انا بنت فاماليا، انا كماليا، وبابايا خواجة في مغسليا وعلى كده. وبعدين واحد يقوم يرقص معاها، يدوس على رجلها، اتفرج ادي بنت الفاميليا بقى، تقول له نعم نعم، تفرم لصابة يخرب باكك، انت كنت جاي لمنين؟ أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.